اسمك ايه؟ احنا يعني احنا بنشتري خدام كده وبنستخدم من السباله وكده، واحنا بنجمع مرات لما بنروح يعني بنطلع منها حاجات وحشه. بتلاقوا ايه مثلا في الدنيا؟ بنلاقي الزاكيز، بنلاقي حاجات وحشه. تمام. مش هينفع كده يعني، مواطن زي اي مواطن. فحضرتك احنا عايشين في حاجه حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيرمي الزباله ديت، ولا بنعرف نمشي ولا بنعرف نتنفس من الريحه. فطبعا حياتنا وحشه خالص يعني بالمنظر اللي احنا فيه دوت، فاحنا بشر يعني. الغنم بتيجي تاكل من هنا؟ الغنم واي مؤاخذه بهايم بتبقى معديه بتتنقي تفضل تاكل. اسف يعني في اللفظ، بامبرز بتاع الاطفال وبلاوي سودا. والناس بتشتري طبعا، الناس ما هو الناس بيجي مثلا اللي بيراعي الخرفان والغنم دوت قبل الذبح حوالي شهر بيحلقوا مثلا الخروف وكده وبيحموه بتاع، بيخلوا شكله حلو قدام الزبون. الزبون ما يعرفش طبعا، بيبقى وقت البيع والشراء بيبقوا قاعدين في مكان نظيف، فطبعا الزبون غصب عنه بيشتري. يعني لما يكون خروف ب 2000 جنيه ولا ب 1000 ونص، هو ما يعرفش اللي جواه، فهو بيسترخص وبيشتري. شكرا.